السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس ببلادنا المغرب. إذا كنتم تشاهدون القناة لأول مرة لا تنسوا الاشتراك للتوصل بكل جديد يهم حالة الطقس بالمغرب. نستهل النشرة الجوية متابعينا الكرام بتوقعات حالة الطقس لهذا المساء الاثنين 23 أكتوبر، حيث من المتوقع إن شاء الله أن تعرف معظم المناطق الشمالية للمغرب نزول تساقطات مطرية، وسيهم الأمر بحول الله وقوته مدينة طنجة، أصيل العرائش، تطوان، وكذلك ببرد، سيدي سليمان، وكذلك فاس، الرباط، الجديدة، سطات، خريبكة، بن قريرة، سفي، بني ملال، خنيفرة، كيكو، وكذلك بن قريرة، سفي، الصويرة، شيشة، ومراكش، وكذلك مرتفع تبنت. ومن المتوقع كذلك أن يعرف إقليم ورزازات نزول بعض التساقطات المطرية خلال الفترة المسائية من هذا اليوم. ومن المتوقع كذلك إن شاء الله أن تعرف الواجهة الشرقية للمغرب وكذلك الجنوب الشرقية نزول تساقطات مطرية على مستويات غير زاكورة، الرشيدية، بني تجيد، وكذلك ميدل، توطة الحج، بوعرفة، صعودا إلى توريت، وكذلك وجدة، وكذلك المنطقة المتوسطية، الحسيمة، وتساقطات مطرية قليلة وضعيفة على مستوى مدينة الناظور. هذا ومن المتوقع إن شاء الله كذلك على مستوى المناطق الجنوبية للمغرب أن تعرف مدينة تيزنيت وقلميم وطاطا وفمسكيت كذلك نزول بعض السخات المطرية مع استقرار الأجواء بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس اليومية الاثنين. بالنسبة كذلك لليلة الاثنين فمن المتوقع أن تستمر هذه التساقطات المطرية على مستوى أقصى شمالي المملكة، حيث من المتوقع أن تكون توريت ووجدة والناظور وكذلك تازة، قطط الحاج، كيكو، فاس، سيدي سليمان، باب برد، العرائش، تطوان، وكذلك طنجة، أصيلة، والرباط، أن تكون هذه المناطق على موعد مع نزول بعض السخات المطرية التي ستكون متفرقة نسبيا بحول الله وقوته. ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تعرف خنيفرة وبني ملال وكذلك بني تجيد نزول تساقطات مطرية خلال ليلة هذا اليوم الاثنين 23 أكتوبر. بالنسبة للساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء فمن المتوقع إن شاء الله أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي على مستوى المناطق الشمالية للمملكة. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس ليومي الثلاثاء التي ستتميز بعودة الأجواء المستقرة والصافية نسبيا إلى بلادنا المغرب. نظرة على أجواء الأربعاء بالمغرب بحول الله وقوته، فمن المتوقع إن شاء الله أن تعرف المملكة خلال يوم الأربعاء أجواء صافية على مستوى معظم مناطق بلادنا المغرب. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في قناة الطبيعة والطقس بالمغرب للتوصل بكل جديد يهم حالة الطقس بالمغرب. شكرا على متابعتكم ونلتقي في نشرة قادمة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.